السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، موعد النهاردة إن شاء الله تعالى محل المنحة كتاب المعاصر 2024، بداية من بيج 85 85، محافظة قنا، إدارة نجا حماد التعليمي. نبدأ بسم الله. نص الاستماع نمبر 1، listen and write or false، استمع واكتب صح أو خطأ. نمبر 1، سامي loves the sea، بيحب البحر. true، صحيح من خلال نص الاستماع. So number two, Sami swam in the sea، سبح في البحر. true، برضو من خلال نص الاستماع صح. Sami went to Cairo by train، ذهب القاهرة بواسطة القطار. false، خطأ. السؤال number two, listen and complete، استمع وأكمل. Ali's grandpa، يعني جد علي، works، بيعمل as ka، طبعا farmer، مزارع، من خلال نص الاستماع. سؤال نمبر 2، he lives in a village، بيعيش في قرية. سؤال نمبر 3، he has some، طب لديه بعض الايه في منزله، يبقى animals، الحيوانات، animals. Choose the correct answer from A, B, C or D. When harmful chemicals go into space، يعني عندما تدخل المواد الكيميائية إلى A، we call this water pollution، احنا بنسمي، فإننا نسمي هذا بتلوث الماء، طبعا الـ water bodies اللي هي المسطحات المائية. factories، المصانع. mountains أو mountains اللي هي الجبال. deserts اللي هي الصحاري. السؤال نمبر 2، I work space، أنا أعمل إيه when I am playing football، عندما ألعب كرة قدم، يبقى أنا بلعب في فريق، in a team. سؤال نمبر 3، cats are good at، good at بيجي بعد منها الفعل المضاف له ing، او طبعا حاجة اسمها noun اللي هو الاسم، يعني يبقى هنا jumping، القطط بتكون جيدة او بارعة في الجامبينج، القفز. سؤال نمبر 4، how often، بص على الفعل، الفعل عندي شي، باخد الفعل المساعد does، فعل عندي طبعا جمع، يبقى بناخد الفعل المساعد do، يبقى how often does she go to the club، كم مرة تذهب الى النادي اللي هو الكلاب. بعد كده عندي السؤال نمبر 4، read and match USB. number 1، it's unhealthy، انه غير صحي. A، to eat، ان تتاكل، الإجابة عندي دي، ان تتاكل a lot of chocolate، الكثير من الشوكولاتة، يبقى الإجابة عندي دي. السؤال نمبر 2، she is very good، هي بتكون طبعا جيدة، يبقى بناخد حرف الجر at زائد الفعل المضاف له ing، هي طبعا بتكون جيدة او بارعة at playing squash، في لعب السكواش، يبقى الإجابة عندي C. So number 3، we were، محتاج طبعا الـ verb plus ing، نحن كنا طبعا في الحديقة، يبقى هنا gone to the park، يبقى we were gone to the park، الإجابة عندي A. So number 4، athletes، لاعبين أو الرياضيين أو لاعبين القوى، want to، يريدون أن يعملوا إيه؟ يريدون طبعا يذهبون إلى الأولمبياد، يبقى go to the Olympics، يذهبون أو الذهاب إلى الأولمبياد، الإجابة عندي B. number 5، بولي read the text and answer the question، يعني اقرأ النص ثم أجب على الأسئلة. I am عمر، أنا أكون عمر أو أنا عمر. I am 11 years old، أنا في 11 من عمري، عندي 11 سنة. I am a pupil، pupil يعني تلميذ. In primary 5، يعني أنا تلميذ في المرحلة الخامسة أو في الصف الخامس الابتدائي. My father is a teacher، والدي معلم. He works in a nearby school، هو يعمل في مدرسة قريبة أو مجاورة. My mother works in a hospital، يعني والدتي أو أمي تعمل في مستشفى. I love her because she is very kind، أنا بحبها جدا، إنها لطيفة جدا أو طيبة أو عطوفة. I love English and sports، بحب اللغة الإنجليزية والرياضة. I am very good at playing football، وأنا جيد أو بارع في لعب كرة القدم. But I am not very good at playing squash، ولكنني لست جيدا في لعب الإسكواش. سما is my sister، she is 12 years old، وسامة دي بتكون أختي في 12 من عمرها، كمان بإيه حاجات بتحبها، she likes English too، بتحب الإنجليزي أيضا. she is good at playing tennis، كمان جيدة في لعب التنس أو بارعة في لعب التنس. but لكنها she doesn't like football، لكنها لا تحب كرة القدم.
بعد كده عندي بيج 86 86 choose the correct answer from A B C or D the underlined word كلمة pupil tell me is دي بتعني ايه بقى هنا student طالب doctor أو doctor طبيب we teacher مدرس بيت طبيب بيطري number two عمر is not مش جيد يعني playing طبعا في الاسكواش so number B answers the following question how old is عمر he is 11 years old عمره طبعا 11 سنة he is 11 years old بعد كده السؤال number 4 why does عمر love his mother ليه عمر بيحب مامته يبقى because she is very kind لأنها طيبة جدا أو عطوفة جدا number 6 reorder رتب the words الكلمات to make correct sentence لكي تكون جملة صحيحة الفاعل doesn't الفعل طبعا عندي هنا ظرف التكرار والفعل في المصدر فاعل doesn't ظرف التكرار فعل في المصدر يبقى it doesn't often rain غالبا لا تمطر in Cairo في القاهرة Number two, she does what not doesn't وعند الفعل في المصدر وإني وباقي الجملة يبقى she doesn't have any pens يعني هي ليس لديها أي أقلام she doesn't have any pens Number three, is it is والفاعل وباقي الجملة is it windy هل الجو ويندي عاصف in Alexandria في مدينة الإسكندرية بعد كده number 4 work is very العمل بيكون very عند الدرجة والصفة بقى الجملة عندي for life الحياة بقى العمل is very important يعني العمل بيكون مهم جدا for life للحياة number 7 punctuate the following was she cooking أو cooking in the kitchen هل هي بتطهو في المطبخ أو هل هي كانت تطهو في المطبخ W capital عشان ده طب معنى هل كانت وده question mark عشان السؤال بفعل مساعد عندي was بعد كده number 8 write a paragraph about 40 words using the following guiding elements باستخدام العناصر المساعدة the جلابية الجلابية guiding elements العناصر المساعدة أو الاسترجادية مديني كلمة beautiful جميل with two pockets يعني جيبين اتكلم عن الجلابية هنقول جلابية is a traditional Egyptian clothes الجلابية بتكون ملابس مصرية تقليدية it's a long white robe it's a long white robe إنه رداء أبيض طويل It's very popular. إنه معروف أو شائع. It's very beautiful. إنه جميل جدا. It's made from cotton. مصنوع من القطن. The sleeves, الأكمام are long. بتكون طويلة. It has يعني بها أو لديها أو تمتلك two pockets جايبين. It's my favorite. إنها المفضل لدي. It has got. إنها تملك hidden pockets. يعني جيوب مخفية. Hidden مخفي pockets جيوب. You أنت can't see لا يمكن إن أنت سي تراها them from outside من الخارج يا هنقول الكلام ده تاني ونعيده تاني برضو عندي جلابية is a traditional Egyptian clothes ملابس مصرية تقليدية It's a long white robe رداء أبيض طويل It's very popular إنها معروفة أو شائعة It's very beautiful إنها جميلة جدا It's made from cotton مصنوع من القطن The sleeves, الأكمام are long طويلة. It has two pockets. بها جايبين. It's my favorite. إنها المفضلة. It has got hidden pockets. يعني بها طبعا عندي جيوب مخفية. You can't لا يمكنك see تراها see them تراهم from من outside من الخارج. كده كنا وصلنا نهاية الفيديو. شكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.